السؤال الأول: ما حكم استخدام بطاقة التأمين الصحي الذي توهب للموظف من غير أن يدفع عليها شيئا للجهة التي يعمل فيها؟ الجواب هو بالله التوفيق. أولا ننظر في حكم التأمين إجمالا. أنواع التأمين الموجودة عندنا، وسأحاول الاختصار قدر المستطاع. أنواع التأمين الموجودة عندنا إلى الآن للأسف الشديد هي من نوع التأمين التجاري، ويكتنف التأمين التجاري جملة من المحاذير الشرعية، منها الغرر الفاحش والجهالة البينة، وهذه كافية للقول بحرمة أنواع التأمين التجاري. هذا فيما يتصل بحكم التأمين إجمالا مما هو موجود عندنا إلى الآن، لكن بحمد الله عز وجل فإن بشائر الخير قد أوشكت ثمارها أن تكون يانعة، وهناك تشريع جديد للتأمين التكافلي. والتأمين التكافلي هو الصيغة الموافقة للشرع من أنواع عقود التأمين المعروفة لدى الناس بكل أنواعها، بما فيها من التأمين على الممتلكات، أو التأمين الذي يشمل بعض الخدمات أو الخدمات كالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وغيرها من أنواع التأمين المتصل بالمنافع التي يتلقاها المؤمن له. والصحيح أن الطرف المستفيد مؤمن له، وإن كنا في عموم أحوالنا نسميه المؤمن. المؤمن في الحقيقة هو الطرف المتعاقد معه، الشركة. فالمؤمن له أي المستفيد من التأمين في التأمين التكافلي، وهي صيغة تبنى على التراضي وعلى الشراكة، على المشاركة في رأس مال شركة التأمين. وبهذا تختلف عن التأمين التجاري. هذه الصيغ بإذن الله تعالى إن انضبطت أيضا، إذ لا يمكن التعميم والقول بأن كل ما سمي بتأمين تكافلي فهذا يعني أنه جائز شرعا، لا. الأصل أن هذه التسمية لا تطلق إلا على من طبقت عليه الشروط الشرعية، وهناك الكثير من التفاصيل التي لا بد من تحققها حتى يصدق على العقد الموقع بين الطرفين أنه تأمين تكافلي. وأنا على اطلاع بأن القانون الذي يرغب في أن يكون هو الفيصل في عقود التأمين عندنا في البلد هو قانون آخذ بما تحتاج إليه موافقة الشريعة في هذه العقود إن تمت إجازته وفقا لما رفع. لا نعرف ما هي التغييرات، لكننا قمنا بمراجعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إجازته وفقا لما تم رفعه. هذا تعريف فقط بما عليه أحوال شركات التأمين، أو بما ستكون عليه أحوال عقود التأمين عندنا. منه نقول أنه فيما يخص شركات التأمين الحالية، إن كان بينها وبين الشركة أو المؤسسة التي ينتسب إليها الموظف عقد لم يكن الموظف طرفا فيه، هذا العقد أبرم بين الشركة التي يعمل فيها الموظف العامل وبين شركة التأمين، وقدم كخدمات إضافية يستحقها الموظف لمجرد انتسابه أو حصوله على وظيفة معينة في المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها، فإنه يسوغ أن ينتفع هذا الموظف من عقد التأمين هذا. نعم، نحن ندعو الشركة إلى أن تصحح، بل ندعو الطرفين المتعاقدين بهذا العقد إلى تصحيح العقد بما يتوافق
مع أحكام الشريعة، ونقول بأننا على استعداد لكي نراجع هذه العقود ونضيف إليها ما يحتاج إلى إضافة، ونتحفظ فنصحح ما يحتاج إلى تصحيح. لكن ذمة الموظف بريئة من التعاقد الذي أبرم بين شركته وبين شركة التأمين، فلا يلحقه شيء من المؤاخذة فيما أبرم بين الطرفين، وله أن ينتفع بهذا التأمين، لكن لا يسوغ له أن يتوسع، لأن بعض الناس يسأل عن حكم نفع بعض أفراد عائلته أو أصدقائه أو جيرانه، وهذا مما هو غير مخول به أو مما هو غير مسموح به في ما منح إياه من بطاقة التأمين الصحي. عليه أن يتحرى الأمانة وألا يتوسع، وإن تنزه فذلك خير له. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.